سلام بنات، مرحبا بكم، ألف مرحبا في القناة. اليوم بريوش صغير بالطنجوية، كنعيطو لهم بويوس. ها هما خفافين منفوشين، كيجيو من الفطور من الميريندا. يا سلام، بأرخص المكونات، بلا بيض بلا زبدة بلا حليب، غير الماء وشوية الزيت والدقيق. وشوفوا كيفاش كيجيو، رائع 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 المنظر والمذاق. ما تسخوش تبلعوهم، ما تخليوهم فمكم تلمم، عرفتي، غزلا غزلا. المهم انا نخليكم مع الطريقه والمقادير، وغادي تشوفوا بعينكم ها نتوما كيفاش كيجيو. ما اروعك ما اروعك. بسم الله على بركه الله. غادي نبداو. عندي هنايا 300 مليلتر ديال الماء دافي، هو جوج الكيسان ديال الماء دافي. عندي هنايا 10 غرام ديال الخميره ديال الخبز، هي واحد المعلقه كبيره ديال الخميره ديال العجين ديال الخبز. كنحركو مزيان حتى كتذوب لي الخميره في الماء، ندوبها مزيان في الماء دافي. 300 مليليتر هو جوج الماء، هو جوج ديال الكيسان، جوج الكيسان. من بعد كنزيد السكر، 60 غرام ديال السكر، هي نص كاس. 60 غرام ديال السكر نص كاس. صافي، كنبدا نخلطهم هاد المكونات مع بعضيتهم. كنخلطهم مزيان مع عندي الباتور، كنخلطو مزيان. وديك الساعات كنزيد الدقيق شويه شويه، كنعمل غير النص ديال الدقيق. كنعمل 250 غرام ديال الدقيق، هي جوج المعالق، جوج معالق، هي جوج الكيسان ونص ديال الكيسان، عفوا، 250 غرام ديال الدقيق هي جوج كيسان ونص. كنزيدهم على الخليط ديالي وكنطحنو مزيان. كنطحنو مزيان باش كيسهل علينا العملية. هنا مخلطتو، هنا مخلطتو مزيان بالباتور. هانتوما كيفاش كيسهل علينا العملية. وإذا ما كانش، وإذا كان عندنا الباتور نخدمو باتور، ما كانش عندنا نعملو بيدنا. صافي، كنزيد عليه دابا 800 مليلتر ديال الزيت، هي نص كاس. 80 مليلتر ديال الزيت نص كاس، وهذه الخميره ديال الحلوه، ان ساشيت الخميره ديال الحلوه، بيكنج باودر. صافي، وكنحرك عاود مزيانه بمعلقه. هانتوما غير بالمعلقة شويه كنخلطها باش نزيد عليها المكونات اللي باقيه عندنا. كنزيد نحركها شويه عاود، معلقه ولا بيدنا مهم. ونزيدو هذا لافاني، عندي ساشي لافاني وساشي الخميره ديال الحلوه بيكين باودر. صافي، كنحرك وكنكمل على الدقيق اللي عندي في البول اللي خليته، واللي غادي نكملو بشويه بشويه. في الاول عملت 250 غرام، يعني جوج ديال الكيسان ونص. ودابا غادي نكمل على النص الثاني، اللي هو عاود 250 غرام جوج كيسان ونص ديال الدقيق. وهذا كامل غيجيني 500 غرام ديال الطحين ديال الدقيق، نص كيلو ديال الدقيق هو اللي خدمت به في هاد العجين كامل. صافي، كنبدا نخلط مزيان حتى كتجانس المكونات كاملين. الخليط ديالنا، العجينه ديالنا خصها تكون مزيانه مجموعه طريه. كنجمعوها
الدقيق اللي يبقى لنا كامل. انا خرج لي في هاد العجينه 500 غرام، يعني نص كيلو ديال الدقيق. وانتوما على حسب الجوده والنوعيه ديال الدقيق، كاين الدقيق اللي كيشرب دغيا الماء، وكاين اللي الدقيق اللي ما كيشربش الماء. المهم على حسب نوعيه الدقيق اللي عندكم. انا ديالي جاتني 500 غرام، يعني نص كيلو ديال الدقيق، نص كيلو ديال الدقيق 500 غرام، 300 مليلتر ديال الماء، الماء دافي يعني جوج كيسان، 60 غرام ديال السكر كيجي نص كاس ديال السكر، عندي واحد الساشي د فاني، واحد الساشي د الخميره د الحلوى، وعندي 10 غرام ديال الخميره الفوريه، خميره ديال العجين ديال الخبز، هي ملعقه كبيره ديال الخميره ديال العجين، والزيت 80 مليلتر يعني نص كاس ديال الزيت. صافي انا جمعت العجين مزيان، ما كندلكوهش بزاف، المهم خصنا يتجمع باش ما يبقاش مفرتت، كنجمعوه مزيان بيدنا. صافي كنرجعوه في لو بول، وغادي نعملو لو فيلم الغذائي حتى يتضاعف الحجم ديالو وحتى يخمر مزيان. صافي هاد الزيت، واحد النقطة الزيت اللي بقالي في الكاس انا عملتها هيدا على العجين باش مي كان نعملو في لو بول ما كيتشققش، غير واحد دهنوا يدكم بالزيت. ها العجين كيفاش كيكون، كيخصو يكون هيدا رطاب وما يكونش ثقيل، ما يكونش قصح، ما يكونش، خصو يكون خفيف العجين. صافي دابا غنعملو الفيلم الغذائي، وغادي نخليوها يخمر مزيان حتى يتضاعف الحجم ديالو. والدقيق البنات على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم. انا خرجت لي في هذه العجينه 500 غرام، يعني نص كيلو ديال الطحين. صافي ها هو كنخليه يخمر ومن بعد نكملو. العجينه خمرت لي مزيان، صافي دابا كنحيدها، وكنعمل شويه الزيت في يدي باش كنحيدها من البول. صافي وكنديغازيها، كنحيد لها الهواء. ودابا غادي نشكل نشكل ديك البويضات. صافي كنجبر واحد الطاويله، واحد الطبيله على واحد هذا شنو كيعيطوا لها نسيتها، صينيه واحد الطاوه، صينيه ولا الطاوه ولا الطبيله، المهم كما كتقولوها. صافي دابا كنعمل ديك الكريات، ها هما الكريات كنعملهم على قد بعطيتهم. انا عملتهم هيدا صغارين حيت هما مي كيخمروا كيزيدوا يطلعوا كيزيدوا يتنفخوا باش ما كيجيوش كبارين بزاف. كنعملهم هيدا على حسب الحجم شويه صغير. صافي ومره مره كنعمل الزيت في يدي باش ما كيلصق ليش العجين، وكنكمل على هاد الطريقه. كيجيو هاد البريوشات ستيتوين غوزلان وهشاشين ومنفوشين ومنفخين، ما تشبعش منهم، كيجيو غوزلان غوزلان غوزلان، وما تقربوش من الاحسن ما نقربوهمش لبعضيتهم حيت كيديتو مي كيطيبو كيتنفخو ويقدروا يلصقوا لكم مع بعضيتهم، ولهذا خصك تخليو لي سباس على بعضهم، تخليهم بعدين على بعضيتهم. كيجيو غزلان منفوشين خفيفين للفطور لوغوتي، كيجيو كيحمقو ما كتشبعش منهم. انا بعدا من المعجبات ديال هاد البريوشات اللي كعيطوا لهم، حنا كنعيطوا لهم بالطنجاويه البويوس، كيحمقوا البويوس، شهوه شهوه شهوه. تقدروا تعملوهم في وسط منهم لو شوكولا، انا كنخليهم هيدا ناتور طبيعيا. وغادي نعمل واحد التشكيله اخر بلا كونفيتور، هاو كيجيو مزيونين.
صافي، انا غادي نخليهم هكذا وغادي نغطي عليهم باش يخمروا مرة تانية ان شاء الله. قبل ما نعملهم يخمروا المرة التانية غادي نتكي على هادو واحد أربعة ولا خمسة، كنقرصهم شوية حيت هما اللي غادي نعملهم لا كونفيتور ان شاء الله. كنقرصهم شوية وياخرين كنخليهم غيبقاو هيداك كريات، غيبقاو معوضين هكذا. وهادو اللي غادي نعملهم لا كونفيتور هما اللي كنقرصهم شوية، فوالا كنقرصهم وعاد غنخليهم يخمروا المرة التانية. وعملوهم فواحد في موطع دافي، و إذا عندكم قدام الفران أو هذا صافي. دابا كنغطيهم بواحد المنديل يكون شويه ثقيل باش يخمروا دغيا. ها نتوما من بعد الخمره الثانيه عاد هما كيف كيكونوا طالعين خمرين صافي. دابا غنشبر فحال واحد الغطاء، واحد الغطاء ديال القاروره. غادي نعمل واحد الحفره في الوسط هذوك اللي غنعملو لهم لا كونفيتور، نعملو واحد الحفيره في الوسط فوالا بحال هاد بحال هكذا حفيره في الوسط. ها على هذا الشكل كيجي المنظر ديالهم رائع بلا كونفيتور. هما بغيتوهم شي تعملو في بلا كونفيتور اعملوهم لي بريوش عاديين بويوس عاديين، حتى هاد المنظر كيجي فيهم غزال وغزال وغزال. دابا غادي نعمل لهم صفار البيضه اللي خلطته مع واحد المعلقه كبيره ديال الحليب، غنخلطو مزيان وغادي نعملهم من الفوق باش كيتحمروا كيعطي واحد التحميره مزيان وواحد المنظر غزال كي كيطيبوا. المنظر كيجي فيهم زيون مقرمل ومحمر صافي. غنكمل هكذا، غادي نعملهم البيض اصفر البيض وشويه د الحليب على وجههم كاملين بهذه الطريقه. وهادو اللي فيهم اللي غادي نعملهم في لا كونفيتور غنعملهم في الحشيه صافي. غادي نشبر لا كونفيتور، اي كونفيتور عندكم، مربى اي مربى عندكم. انا هذه د فرامبواز غادي نعمل واحد نص معلقه في النص في الوسط ديال هذا بريوش اللي كيجي بالمربى. كيجيو اكثر من رائعين هاد البريوش هادو اللي بلا كونفيتور، وعاد كيعجبو لي زونفون كيعجبهم هاد البريوش هيدا بلا كونفيتور، كيجيهم احسن من البريوش ملي كتكون بلا والو عاديه بلا شوكولا بلا كونفيتور. العيال كيحمقوا على هاد لي بريوش. وهادو اللي عندي على شكل كويرات غادي نخليهم، غادي نعملهم غير ديك الزنجلان زنجلان بيض هذا عندي، غادي نعملهم شويش من فوق. وانتم اذا كان عندكم حبة حلاوة أو لا غير السكر أي حاجة أو لا لزامود إفيلي أي حاجة عندكم عملوها لهم، كيبقى الاختيار ديالكم صافي. ودابا غادي ندخلهم فران. ها انتوما خرجتهم من الفران، ها هما كيجيو محمرين. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، كيحمقو كيجيو هما بقي سخونين صافي. غنخرجهم، خرجتهم وهاد لا كونفيتور شويه غنعملهم هيدا على الحاشيه للحاشيه ديال الجوانب ديال البريوش الحويشيات ديال البويوس. غادي نعملهم شويه ديال لا كونفيتور اللي ديجا عملتها في ديك الحفيرات صافي. هكذا شويه على الجنيبات. يا سلام يا سلام يا سلام على هاد البويوس، كيحمقو كيحمقو كيجي غزلان غزلان غزلان، كيستحقوا التجربه والله يا البنات كيستحقوا التجربه. اتمنى تكون عجبتكم الوصفه اللي ما فيها لا زبده
لا بيض لا حليب لا حتى حاجة فيها مكونات في الدار سهلين رخاصين ما فيهم شي حاجة كبيرة. خصنا غير يدين وكانا باش نعدلوهم وصافي. اما كلشي كاين في الدار صافي. كنعمل شويه كوكو هكذا على الحويشيه الكوكو اذا عندكم، اذا ما عندكمش خليهم غير بلا كونفيتور او لا زيدوهم شويه سكر كلاسي من فوق. وهادشي اللي كاين صافي. ماشي شي حاجه كبيره ما فيهم والو بحال قلت لكم الزويته والطحين والميمات صافي. هادو هما البريوش ديالنا اللي رخاصين اقتصاديين وعاد كيجيو روعه روعه في المذاق وفي المنظر. منفوشين من منفخين المهم اللي قلتو فيهم تبارك الله على البريوش كيجي كيحمق. هانتوما هي النتيجه. ها هما رطب منفوشين مفشفشين منفوخين غزلان من الفطور الميريندا بلا تعب بلا دليك بلا تا حاجه. وعاد مكونات بسيطه بلا زبده بلا حليب بلا بيض. البريوش ديالنا من اسهل ما يكون وبالحق النتيجه رائعه 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 في المذاق وفي المنظر. انتوما كيف كتشوفوا منفوشين مفشوشين مفشفشين غزلان كيجيو بالصحه والعافيه. ما تنساوش البنات اذا عجبتكم لا فيديو عملوا لي جيم وبارطاجيو باش تعملوا الفائده وشكرا.